كنقطنوا في هذا الحي هذا حي بن سرقاو دوار البنان جيت بلوك 10 بلوك 11 فارقين هذه الزنقه. دابا عندنا المشكل حنا درنا واحد العريضه على حسب هذا الخنز هذا. دابا المشكل وقت ما كانت عندنا الشتا نفس المشكل عندنا دابا ثلاثه القواس ديما خانزين ديما كيطلعوا دابا كاع الشيء اللي كيجي من السلام ومن هنا الوفاق والفرح كلشي كيخرج عندنا حيت عندنا هنا لاكاس. قال طلبوا لينا العريضه قديناها عطيناها لهم شدينا لا كوزي قال لك اودي الاول ديال هذا الشهر غادي نجيو. دابا راه انت شحال اليوم والو مازال ما كاين والو. الا كانت غير من الساعه ديال الشتا كيقول لي عندنا مشكل كيولي عندنا الخنز هنا. ودابا الشتا ما كايناش الشتا والمشكل دابا انه دابا الناس دابا كيتخطاو هذا الشيء كيمشيو للجامع. دابا الجامع فيه الريحه ودابا راه كاين واحد السيد هنا الله يجازيه بخير ساكن هنا هذا متطوع هو اللي كيشطب هذا الشيء عاد باش يمشيو الناس والامهات والتلاميذ كلشي مضرور والخنز. وحنا كاع المحلات هادو كلهم كيتشكاو الكليه اللي جا كيبدا يحشي لينا في الهضره تيقول لك انتم ما كتسوا واش هذا الشيء واش ما عندكم اللي يهضر عليكم واش انتم ما عندكمش فمكم. وهذا الشيء اللي حنا كنطلبوا من السلطه يجي يشوفوا لنا شي حل هنايا. حنا سيدي مضرين من هذا الماء هذا الخنز هذا ديال هذا القادوس هذا تقريبا سنين دابا هذه وحنا كنعانيو من هذا الشيء ديما. كنجي انا بعض المرات انا اللي كنسرح بعض المرات القوات وكندبز معاهم هذه الايامات هذه كيجي واحد السيد هو اللي كيجي في الصباح حتى للصباح كيسيق هذا الماء ولا مشى الماء طيبط راه كيجي يمشي للمسجد ديريكت. هاد البلاد هادي راه والو راه تهضر وتعاود تهضر ودي الشكايات وما كاينش اللي كيدير شي حاجه. الناس دابا المسجد اللي دخل راه المسجد راه مطهر كيدخلوا ليه الناس الجنازه النجاسه اللي كتخليها. التلاميذ ديما كيضروا الاموات ديالهم خايفين على ولادهم هنا فاش كيجلسوا كتبقى المسكينه المراه مقرده والخنز كيطلع عليها معنيفه. هادشي راه ماشي معقول. هادشي كنتمناو هاد الناس هادي ينوضوا لهاد البلاد هادي. راه هاد البلاد هي اللي معفونه راه البلدان تمشي للتشيرات تمشي للباطوار تمشي للسلام تمشي تلقى للجرده تلقى الدنيا مقاده. هاد البلاد هادي راه محغوره من ايام زمان. هادشي حنا راه كنعانيو حنا راه انا داكشي اللي كنت درت في هاد المسرقه وهذا ما كانش شي واحد من الناس هادو اللي كنتخبوا عليهم كيديروه لا من القوات كندخلهم لا من الشتا لا من كلشي. راه لا اله الا الله. هذا الواد الحر كيف كتشوفوا هاد لازيكو راه كيشكل واحد تنقول لك راه كتشوفوا حدا المدرسه بعدا حدا المدرسه وحدا المسجد والسكر راه كيتضروا من هذه الريحه. وقت ما جات الامطار وقت ما جات الشتاء راه كيبقى هذا المشكل هذا. راه دابا راه جاو نقاو ولكن لم يمشوا زي ما كاين الديفو. هنا خصها تتعالج تعالج هذا من اللب من البلاصه ديالو خص يتعاود لانه راه مبوشر الماء ديال الامطار كاع اللي كيبدو من السلام هنا راه كيدوزوا من هنا. يعني من هنا دابا عاقل راه من سنين هذا الشيء وهذا المشكل كاين راه مازال ما تعالج. راه كتجي كيجيو الناس يلاه راه مساكين نقي ولكن والو راه الله مشاو الله ما يمشوش. انتم كتشوفوا هذه الريحه راه تقهروا منها السكان تقهروا منها وراه هذا الشيء راه مضر حتى الاطفال الصغار اللي كيقراو هنا راه حشومه والله الا حشومه. الصباح الناس المسؤولين يتدخلوا يشوفوا شي حل لهذا الشيء هذا.